اولا كنشكر سي بشير بخيل واللي هو بمثابه استاذ لاجيال وطيله هاد حوالي يمكن نقولوا واحد 30 سنه وهو في نضال مستمر من اجل القضيه الوطنيه بمصداقيه باستقلاليه وبعلميه لان الدفاع على قضيه الصحراء المغربيه لا يمكن ان يتحقق بالشعارات الشعارات مهمه من الناحيه المعنويه ولكن من ناحيه الاقناع والدفاع على القضيه الوطنيه والنجاح في ان تصدر عن الاخر من دول ومنظمات مواقف مساندة وإيجابية للقضية الوطنية ليس بمسألة سهلة. سي بشير بخيل عبر منتدى بدائل وعبر منتدى طرفايا كانت له عطاءات كثيرة في مجال الترافع المدني من أجل القضية الوطنية. أيضا سي يوسف اللي هو شاب مع واحد عدد ديال الشباب اللي استطعوا بإمكانياتهم الذاتية وبواحد الشغال في صمت انهم يترافعوا على القضيه الوطنيه في 75 دوله وحرروا مذكره بحال شي محامي مذكره بلغه قانونيه وعلميه وواقعيه بثماني لغات اللغه اليابانيه الصينيه الالمانيه الفرنسيه الاسبانيه الانجليزيه وليس فقط رسلوا الرسائل وانما قاموا باعمال ميدانيه مشاو للولايات المتحده الامريكيه الدنمارك الاتحاد الاوروبي الاستراليا لواحد العدد ديال الدول وفعلا مثلوا واحد النموذج جديد. وايضا الاخت عائشه في المرصد عائشه الدويهي اللي هذا المرصد شكل واحد تجربه جديده فريده لان الاجتماع ديال مجلس حقوق الانسان في جنيف 2017 فاش مشات الاخت عائشه وكترافع على القضيه الوطنيه وايضا بطريقه علميه واقعيه الاخر كيتفاجئ لان العقده ديالو هو يلقى راسو امام صحراويين مغاربه يدافعون عن القضيه الوطنيه ما كيقولوش نعم زين لانهم كيعترفوا بوجود اشكاليات ولكن في نفس الوقت كيدافعوا من اجل الوحده ضد التجزئه اللي جالسين معنا حاليا ثلاثة ديال الأجيال الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث ثلاثة ديال الأجيال في هاد 30 سنة ديال المغاربة اللي اشتغلوا في هاد القضية واللي كانت عندهم عطاءات وحاضرين معنا بعض الإخوان اللي في صمت كيدافعوا على القضية الوطنية وكيشتغلوا في الوزارة. طرحنا واحد الفكرة ديال التكوين والتأهيل وتبادل الخبرات بين الجمعيات التي تشتغل من أجل القضية الوطنية تكوين والتأهيل وتبادل الخبرات ثلاثة ديال الأمور وسميناها الترافع المدني. شنو هو الترافع المدني؟ الترافع هو واحد العمل أو مبادرة مثل المبادرة اللي كيقوم بها المحامي. المحامي اللي بغى يربح القضية ديالو شنو كيدير؟ كيجيب الأدلة والحجج وكيهضر بلغه علميه قانونيه تاريخيه كيدير المقارنه كيشوف الحجج الاخر كيرصدها كيقدم الادله المضاده كيفندها كيبحث على لغه المؤشرات وكيحاول في الاخر ان هذاك القاضي يخرج منه واحد القرار او واحد الحكم لصالحه. هذه الخدمه ديال المحامي. لهذا كنقول للمحامي كيدير الترافع ترافع المدني. شنو هو المدني؟ هو الترافع اللي كتقوم به الجمعيات المجتمع المدني بمعنى ماشي المؤسسات الرسميه ماشي حتى الاحزاب السياسيه وانما جمعيات مدنيه مستقله تكون عندها معرفه ميدانيه وهي اللي كتنوض وكتجمع هذيك المعطيات كتدرس وكتقدم الادله وفي نفس الوقت كتواجه الأدلة ديال الآخرين. هذا هو الترافع المدني. الأنواع ديال الترافع المدني متعددة. كاين الترافع المنبري أي من المنبر ديال الأمم المتحدة مثلا كتمشي للجنة الرابعة كتجتمع في شوتنبرغ
وكتطلب الكلمة كتسجل وكتناقش أمام دول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو كتمشي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف كتمشي كدير المرافعة ديالك، وهذيك المرافعة كتكون مبنية على تقارير وعلى مواعيد وأجال معينة. كتمشي كتقدم، فاش الأخت عائشة قدمت لكم تجربة ديال تقديم واحد التقرير يهم الأوضاع ديال الساكنة ديال المخيمات، راه تحترمت فيه معايير، وفاش جاروا المرافعة شنو كانت النتيجة؟ مجلس ديال حقوق الإنسان في إحدى التوصيات تبنى الفكرة اللي هما دافعوا عليها، وبداو كل يوم كيدوروا على الشوارع وكيصوروا المدينة وكيحطوها في العالم الرقمي، وبدا كيشكل هذا واحد الجواب بسيط ما كيطلبش شي مجهود كبير، ولكن كيعكس واحد الوعي وانتباه للدور ديال العالم الرقمي في مواجهة الأطروحات المضادة. أيضا وهذا واحد الوسيلة أخرى مهمة هي الترافع الفني. الترافع الفني هو استعمال الوسائل الفنية بطريقة مهنية واحترافية، ماشي بطريقة البروباغندا والدعاية، لأن هي الواحد المشاهد كيشوف هذاك الشيء بطريقة ديال البروباغندا تيقلب القناة ما كيتبعش، كيعطي صافي ما كيشاهدش. بغيتي تخاطب العقول والقلوب خصك تخاطبها بإنتاج فني احترافي. وشخصيا طلقت واحد المبادرة في المرحلة ديال وزارة الاتصال، واللي اليوم أنا سعيد بالنتائج ديالها، وسعيد أن اللجنة ديال الأعمال السينمائية ديال دعم الإنتاج السينمائي في المركز السينمائي مواصلة المسار. كان السيد بشير الدخيل هو عضو أول لجنة. وشنو هي؟ وهي أن أي شاب عنده واحد المشروع سينمائي خاص بالتاريخ ديال الصحراء المغربية، بالجغرافيا ديالها، بالإنسان الصحراوي، بالثقافة، بأي شيء، يقدم لهذيك اللجنة وكياخذ دعم، ولكن اللجنة كتشوف الجانب المهني والفني، ما عندوش الحق يقول معطيات غير صحيحة، لكن يقدم شي حاجة خصو يعكس الواقع كما هو، لأن لكن الآخر كيكذب ما يمكنش تواجه الكذب بالكذب، تتواجهه بالحقيقة الموجودة على الأرض. والمغرب قوي قوي بالحقائق الموجودة على الأرض، يكفي أن نثق في الشباب كما تنقول وكيقول السيد بشير وعدد من الإخوان، كيقول لك خصنا نثقوا في الإنسان الصحراوي المغربي، نثقوا فيه وراه غادي نشوفوا عجائب ديال الأعمال. والنتيجة ماذا كانت؟ اليوم أزيد من 25 فيلم وثائقي، مليار سنويا كتخصص لدعم الأفلام الوثائقية، وكيدار مهرجان سنوي في مدينة العيون خاص بالفيلم الوثائقي، وكدار برامج ديال التكوين. وهذه مناسبة باش نشكر المنتجين والمبدعين من الصحراء المغربية، من العيون ومن الداخلة ومن مختلف المناطق، السمارة، من بوجدور، من بوسيرف، من كل المناطق، الطرفاية، قلمين، أس، الزاق، كلها. علاش؟ لأنهم اجتهدوا وبداو كيقدموا أعمال وإبداعات قوية. هادشي علاش نقول لكم، لأنه في 2013 كان المهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان في جنيف، وكانت هنالك حاجة لفيلم وثائقي ولكن بطريقة مهنية احترافية. الناس القائمين على المهرجان اختاروا فيلم معادي لمغربية الصحراء ومعادي للقضية الوطنية، وما كانش فيلم قوي اللي دافع، ولكن اليوم ولات عندنا أفلام. أنا نعطي المثال ديال الفيلم اللي فاز بالجائزة ديال أم شقاق، اللي كيحكي القصة ديال المؤتمر اللي كان في 56 من أجل ربط استقلال شمال المغرب باستقلال جنوبه، وهذاك المؤتمر اللي تقدم فيلم بناء على وثائق خرجت من الأرشيف الإسباني وصور وشهادات، ومن بعد الفيلم فاز في مهرجان خارج المغرب في مصر. هذا الشيء اللي كان قلوه خصنا نثقوا في الشباب اللي في الصحراء، نثقوا في الجمعيات اللي كاينه، راه كاينه الالاف دابا ديال الجمعيات، ولكن خص التكوين. ولهذا السبب المشروع اللي كنطرحوه ديال الترافع المدني كيتاسس على انه خصنا تحترم واحد العدد ديال الشروط، لان الانسان اللي ضعيف هو اللي خايف، ما يقدش يمشي يترافع على القضيه الوطنيه. اما لك انت قوي وعندك قضية عادلة ما كاين ما عندكش علاش تخاف، بشرط أساسي هو خصك تكون محامي قوي، ما تكونش محامي فاشل. لأن شحال ديال القضايا العادلة في التاريخ ديال الإنسانية تخسرات بسبب شنو؟ بسبب أن المحامي كيكون
فاشل. حنا اليوم طرحنا واحد المبادرة استجابة للنداء ديال جلالة الملك، فجاء البرلمان وخطب وقال بوضوح راه القضية الصحراء هي قضية الجميع، قضية الأحزاب وقضية الجمعيات وقضية الإعلام والبرلمان، كل شيء خصو يخدم ويدير يتحمل المسؤولية ديالو في إطار الاستجابة لهذا النداء الملكي ولهذه الدعوة الملكية، واللي خصنا نكونوا يعني علميين في الاستجابة لها. هنا تطرحات واحد العدد ديال الشروط، يمكن نهضر على خمسة. أولا التكوين العلمي والمعرفة القانونية والتاريخية والميدانية. للأسف شحال واحد كيقول لك أنا ندافع على قضية الصحراء، هو لم يكلف نفسه زيارة مختلف مناطق الصحراء، وهذا الشيء حتى عند الطرف الآخر كيقول لك هو كيدافع على القضية. واش تعرف الواقع ديال الصحراء؟ زرتي الصحراء؟ شنو كاين في الصحراء باش تدافع عليها وانت لم تقم بالزيارة الميدانية والمعرفة العميقة القانونية والتاريخية والسياسية؟ وهذا الشيء ما معذور حتى شي واحد، ما معذورش. وزارة الاتصال دارت سلسلة دفاتر الصحراء أزيد من 22 إصدار، مركز الدراسات الصحراوية بجامعة محمد الخامس دار سلسلة من الإصدارات، المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير دارت سلسلة من الإصدارات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية ديال البحث التاريخي دارت المعلمة ديال المغرب دارت فيها جوج أجزاء، فكاين واحد الإنتاج مكتف وتا واحد ما معذور. ماشي شي واحد يدافع على القضية الوطنية وهو ما موجدش، راه كيسيء ماشي راسو، كيسيء البلد وقضية بلد، فما معذورش بالإطلاق. لابد من التكوين، وحنا بصدد واحد المشروع، لأن العمل اللي دار سي يوسف ولا دار الأخت عائشة ولا العمل اللي كيدير دابا السي البشير الدخيل عبر المنتدى ديال طرفايا، الجامعة ديال محمد الخامس مع جامعة أكادير مع الجامعة من جزر الكناري مع جامعة من منطقة الأندلس مع جامعات أخرى من برشلونة، مختلف تقريبا خمس جامعات كيجتمعوا سنويا وعندهم دابا الدورة الثانية، لاش كيناقشوا القضايا والإشكالات اللي مرتبطة بهذا المجال لتأسيس معرفة علمية. ولاش نقول التكوين العلمي؟ لأن بعض المرات كنشوفوا في بعض البرامج الترويج المغالطات، يكفي العودة المعطيات علمية بسيطة باش تحط هذيك المقولات، وهذا شيء غادي نجي ليه. ثانيا تملك الآليات ديال المؤسسات ديال والمسطرية، راه بحال المحامي لا ما احترمش ما يسمى بالإجراءات الشكلية ما كيشوفوش معاه في الجوهر أو في المضمون. نفس القضية، بغيتي تمشي للأمم المتحدة ولا تمشي للمجلس حقوق الإنسان ولا الاتحاد الأوروبي، ولا خاصك تضبط هذيك المقتضيات القانونية والمؤسساتية. أيضا التخطيط الاستراتيجي، ما كاينش ترافع على القضية الوطنية بدون تخطيط، بدون إعداد مبكر. كاين عمل مهم ناخذنا مثلا هي الكوركاز في العمل ديالو في لوسيد، كيوجد كاينه واحد العملية ترص كيمكن لك تنطرد منها، كيمكن لك تبحث تلقى معطيات. وهذا الشيء للأسف شديد كثيرين كيمشيو كيدافعوا على القضية الوطنية وهما ما مأهلينش ما مكونينش، واش تيسحب لهم هذا الشيء نزهة؟ لا، الدفاع على القضية الوطنية هو مسؤولية، وهذه المسؤولية كتقتضي تخطيط الناحية الاستراتيجية. كما قال لك السي يوسف فاش بغاو يحرروا هذيك الرسالات مشي لليابان، مشاو لعند من ترجمها ودار لها الترجمة، ولكن هزوا الرسالة وعطاوها الياباني، اللغة الأم ديالو هي اليابانية، وقراها. قالوا ليه لا قريتيها، واش تقتنع بالعدالة ديال القضية الوطنية ولا لا؟ واش مكتوبة بلغة سليمة ولا لا؟ هذا هو الشيء المهم. وانا عطيت تعمدت ناخذ هذا النموذج ديال اللغه اليابانيه او اللغه الصينيه او غيرها. وهذه مناسبه باش نشكر جمعيه الصداقه المغربيه الصينيه، لانه فاش تطلق الموقع ديال sahara.gov.ma هذا موقع الكتروني فيه بوابه وطنيه كتشرف عليها المديريه ديال التوثيق والبوابه الوطنيه في وزاره الاتصال، كدير واحد العمل مهم. وهذه مناسبه ايضا باش نشكرهم. هذاك العمل لاش؟ باش انت لحتاجيتي معلومة معينة حول القضية الوطنية تلقاها. راه لا يمكن، وهذه أنا كنكررها، ربح القضية الوطنية والدفاع عليها ما كتربحش فقط بالشعارات، شعارات مهمة رفع الحماس وكذا،
ولكن كتحتاج المعرفة العلمية وكتحتاج التدقيق أيضا الرصد المنتظم واليقظة الفعالة، لأن كل مرة كتخرج بعض الحجج أو كتخرج بعض القضايا يكفي المعرفة العلمية للجواب عنها. أيضا وهذا واحد شيء مهم، تكوين في التقنيات ديال الترافع والتواصل الرقمي وتيسير فرص التشبيك وبناء التحالفات. علاش غادي ندير انا الترافع الرقمي؟ اولا باش يوقع تبني موقف مساند، ثانيا ابطال فعاليه الحجج اللي كيقطعوها او كيروجوها الخصوم، ثالثا ضمان استمراريه فكر المسيره الخضراء. خصنا نشوفوا بان الفكر ديال المسيره الخضراء في الجوار شنو كان؟ راه كان ممكن ان جلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه يدير ما يديرش كاع المسيره ويوقع استرجاع للصحراء المغربيه، ولكن اراد ان تكون هذه القضيه قضيه الجميع وليس فقط قضيه المغرب، لانه الدول العربيه الوفود ديالها جات والدول العالم الاسلامي وعدد باش تكون قضيه الجميع. الفكر ديال المسيره شنو هو؟ اننا شعب ابناء بنات الجميع خصو يتملك القضيه الوطنيه، كيدرسها كيرضعها عند الولاده وكيتملكها، ولكن بطريقه علميه. وهادشي كنقول لكم لانه في الحرب ديال الصحراء المغربيه، في هذيك الحرب سقطوا الالاف ديال الشهداء، الالاف ديال الشهداء من الشمال من الجنوب من مختلف المناطق دفاعا عن القضيه الوطنيه. علاش؟ لان تشربوا مع المسيره وقبل المسيره وبعد المسيره ماذا يعني الدفاع عن القضيه الوطنيه. اليوم الترافع المدني واحد من المهام ديالو تمليك القضيه للاجيال الجديده وتعميق المعرفه بجوانبها. طيب ختاما، ماذا يعني ان نترافع للقضيه الوطنيه؟ غنعطيكم بعض الامثله. واحد من القضايا اللي كيتيروها كيقول لك تمثيليه، وسيل المشهد الدخيل قال البوليزاريو لا تمثلوني، وفعلا ما عندهمش الشرعيه ديال التمثيل. لا خدينا هي واحد الدليل، فاش الامم المتحده دارت العمليه ديال الاحصاء الاولي في 1999 وخرجتها، شحال قالت؟ قالت بأن حوالي ثلثين يوجدون خارج المخيمات، هذه في القائمة الأولى. داخل المخيمات كاين 33,000، في المغرب كاين 43,000، وفي موريتانيا حوالي 7,000. هذا الإحصاء ديال القائمة 84,000. هذيك القائمة شحال ديال الطعون تقدمات؟ 131,000. الغالبية ديال الطعون تقدمات من الأقاليم الجنوبية الصحراوية. ناخذوا منها فقط هي 65,000 ديال المجموعات اللي البوليزاريو كانت ترفض أن يوقع الإحصاء ديالهم وتحديد الهوية ديالهم. ومن بعد بدات كترجع كتقول لا نقبل وكذا وهذا. لا خدينا هاد 65,000 وزدناها على 43,000، كيتولي الساكنة في المخيمات أقلية. وهذا بالعملية ديال الإحصاء ماشي ديال 1974، ديال 1999 واللي عطى 84,000 من جهة وما يقابلها وأكثر من الجهة الأخرى، بمعنى 84,000 هذو اللي تحصاو الغالبية ديالهم ماشي في المخيمات في الأقاليم الجنوبية. إذا ما عندهمش الشرعية ديال التمثيل. لكن الأهم في الشرعية ديال التمثيل شنو هو؟ الانتخابات. واش كاين انتخابات في المخيمات؟ ما كايناش. واش قبلات البوليزاريو يدار احصاء؟ ما قبلاتش، بل بالعكس لا مشينا عند هيومن رايت ووتش، يا كيستعملوا هيومن رايت ووتش التقارير ديالها ضد المغرب. هيومن رايت ووتش في 2014 في 2008 وفي 2014 صدرت تقارير على المخيمات. شنو قالت؟ قالت كاين احتكار ديال الخطاب السياسي، ما كايناش تعدديه حزبيه في المخيمات، ما كايناش، ما كاينش انتخابات. في حين داخل الصحراء كاين انتخابات، الصحراء المغربية. واليوم عندنا 37 منتخب صحراوي في البرلمان، 21 في النواب و 26 في النواب، ديروا 12 زائد 25 اللي كاينين في النواب، 25 زائد 12 اللي كاينين في مجلس المستشارين. أزيد من 1200 منتخب في المجالس الجماعية، في 86 جماعة كاينة في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، زائد 111 كاينين في المجالس ديال الجهاد. نسبة المشاركة في انتخابات 2015 كانت 79% في الأقاليم الصحراوية، بمعنى بالمعطيات الانتخابية، وكانوا مراقبين دوليين، بمعنى كتوقع العملية ديال الضغط
ديال الضحك ديال فكرة أن البوليزاريو كيبدل الصحراويين. وهذه من القضايا اللي خصنا نكونوا حاسمين فيها. والدور ديال المجتمع المدني في الصحراء فاش كيترافع، فاش كيجي دابا السيد بشير الدخير كيقول ما كيمثلونيش، ما كيمثلونيش، ما عندهمش الحق انهم يتحدثوا بالاسم ديالي. هذا واحد معطى. ايضا نعطي واحد المثال ثاني، كيجيو كيقولوا ان الصحراء ليست مغربيه وانها على خلاف ذلك هي اخرها حر كانت مستعمره قبل 1975. وعلاش؟ لانه في 1963 قبل ما يتاسس البوليزاريو بعشر سنوات المغرب هو اللي مشى للامم المتحده وطلب تصفيه الاستعمار في الصحراء المغربيه. ولكن الاهم ما هو؟ الاهم هو واحد النضال اللي وقع من اجل تحرير ديال الصحراء المغربيه. شحال المعارك اللي كانت من اجل تحرير الصحراء المغربيه؟ ناخذ المعارك اللي كانت ما بين بدايه القرن العشرين حتى الثلاثينات، حوالي 28 معركه. والمعارك اللي كانت ما بين 56 و 58 معارك جيش التحرير في الجنوب، ازيد حوالي 27 معركه. بمعنى هنا عندنا حوالي ازيد او بالضبط 55 معركه من المعارك اللي قادوها القبائل الصحراويه بدون تمييز. وكان نضال ما يمكنلكش ما تمشي عند شي اسره صحراويه وتقول لها المعارك ديال جيش التحرير في الجنوب واش ما عندكمش شي شهيد؟ واش ما كانش واحد من هذه الاسره اللي سقط دفاعا عن مغربيه الصحراء؟ الاتفاقيات الدوليه اللي كانت ما بين القرن 17 18 حتى بدايه القرن العشرين، 12 اتفاقيه دوليه كبرى مع بريطانيا، مع اسبانيا، مع فرنسا، مع الولايات المتحده الامريكيه، اتفاقيه ديال 1786 مع امريكا كتقول بان مجال الاتفاقيه كاين من ودنون وما جواره ما وراءه. فاش كنمشيو المعاهدات اللامغنيه 1845 مع فرنسا، شنو كتقول لك؟ بان المغرب مسؤول عن الحدود الجنوبيه ما بين المناطق اللي استعمرتها فرنسا، بحيث في معاهده اللامغنيه لا شي واحد دار شي عمليه في الجزائر اثناء الاستعمار الفرنسي، لان فرنسا استعمرتها في 1830 وهرب للصحراء، راه المغرب اللي مسؤول عليه. بمعنى كتعترف فرنسا بانه الصحراء جزء من المغرب، ما يمكنش تكون مسؤوليه الا ما كانش هنالك اعتراف. وهذا معطى، معطى تاريخي ملموس. ما نهضرش انا على الظهائر ديال التعيين ديال القياد والعلماء وديال الجبايات. شنو كيعني واحد المنطقه جزء منك؟ واحد من العناصر، القضيه ديال الضريبه، القضيه ديال الدعاء للسلطان، القضيه ديال البيعه. ازيد من 50 وثيقه، كاين مجلد ضخم ديال مديريه الوثائق، ثلاث مجلدات جمعوا فيها هذه الاتفاقيات وهذه الظهائر اللي كتعكس الرموز ديال السياده. ايضا واحد معطى تاريخي مهم، واللي هو كيفاش تستعمر المغرب. الناس كينساو بان المغرب تستعمل وفق نظريه القضم الاستعماري. رجعوا شنو قال جيرمان عياش، وشنو قال العروي، وشنو قالوا الباحثين والمؤرخين المغاربه. بداو من وجده ومن الدار البيضاء، وبداو كي طرف طرف، ومن بعد قسموا المغرب، لان المغرب كان هو اخر منطقه تعرضت للاستعمار، لان المقاومه ديالو كانت شرسه. راه المحاولات للاستعمار المغرب بدات مع البرتغاليين اواسط القرن الخامس عشر في اسفي، في الشتيده وفشلات، واخا دخلوا تم دحرهم وطردهم. فاش وقع الاستعمار باش يوقع الاخضاع ديال المغرب وما نجحوش، اضطروا لجوج الحوايج، يقسموه، ها منطقة طنجة، ها المنطقة الشمالية، ها المنطقة الوسطى مع الشرق، ها المنطقة الجنوبية، ها المنطقة ديال الصحراء، ها سيدي إفني، ها طنطان، ها غيرهم. وهاد العملية ديال التقسيم، وداروا معها واحد المعركة. خصكم تشوفوا الكتب ديال هذيك المرحلة اللي صدرات في بداية من 1912 إلى 1920 من عند الفرنسيين. راه الإخضاع ديال المغرب ولم ينجحوا في ذلك، لأنهم دوزوا من 1907 حتى 1934 اخر مقاومه بقات هي المقاومه ديال الصحراء والمقاومه ديال جبال الاطلس. وفي هذيك الفتره بدات الحركه الوطنيه من جديد، باش كتبدا تقريبا في نفس السنه. وهذا مسار
ولذلك نقول لهم الترافع المدني حول القضية الوطنية هو أحد المداخل ديال التعرف على تاريخ مشرق، تاريخ مشرف لبلدنا ولشعبنا في النظام ضد الاستعمار. وهذا التاريخ المشرف واللي فيها أبطال وجنود اللي ضحاوا بالغالي والنفيس، كتمشي لأي منطقة من مناطق هذا الوطن من الجنوب من الصحراء إلى الشمال، إلا وكتلقى قصص ديال البطولة وديال الفداء وديال الجهاد وديال الاستشهاد دفاعا عن الوطن. هذا التاريخ هو اللي كيقوي الجيل ديالنا حاليا. ولذا الترافع المدني ماشي عملية سهلة، لأنه كيأسس لهذه المعرفة التاريخية. أنضيف لواحد القضية أساسية، كيجيو كيقول لك أن الثروات ديال الصحراء، وهذه واحد مقولة من المقولات، تيقول لك كاين إقصاء المغرب، لأن اللي عنده القضية ديالو عادلة وما عندوش لا شي خاف كيقول لهم مرحبا. كيجيو كيقول لك الثروات ديال الصحراء، أنا شخصيا فاش كنت وزير التصالح حاليا وكوزير عنده علاقة مع المجتمع المدني، كنشجعوا زيارة الصحراء الأجانب باش يشوفوا. وجلالة الملك في الخطاب شنو قال؟ قال كل درهم كتعطيه الثروة ديال الصحراء 7 دراهم كيوقع الإنفاق ديالها. المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذه مناسبة للعودة للتقرير الهام، لأنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي صدر 2 تقارير هامة، واحد حول فعلية احترام حقوق الإنسان في الصحراء، وواحد حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. في هذا التقرير النموذج التنموي الجديد كيتحدث على 4.7 مليار درهم سنويا اللي كتمشي في إطار التضامن. وحنا هذا المجهود التضامني ماشي كنقول لهم حنايا لا، هذه مسؤولية، لأن المناطق ديال الصحراء فاش خلاها الاستعمار شنو وقع؟ واش تعرفوا عدد التلاميذ اللي كانوا؟ كانت 3000 تلميذ المجموع، وفي المدينة العيون ما كيتجاوزوش 1000. اليوم عندنا أزيد من 100,000 تلميذ، نسبة المدرسة تجاوزت 98%. خصكم تسولوا على معدلات الفقر كيفاش كانت فاش خلاها الاستعمار. تقريبا 70 مليار ديال الدرهم اللي تصرفات، ودابا الآن 77 مليار درهم في إطار استثمار جديد. علاش هذا الإنفاق المضاعف؟ باش نستدركوا هذيك المرحلة اللي كانت ديال الاستعمار واللي خلفت مخلفات. وراه كاينة أطروحات، مركز الدراسات الصحراوية صدر واحد الأطروحة، شنو هي المخلفات ديال الاستعمار الإسباني في الصحراء؟ وشنو خلف طيلة هذيك السنوات اللي كان فيها؟ وفعلا دابا هما فاش كيجيو للصحراء كيتفاجئوا لحجم التحولات العمرانية. كاين ناس، لأنه في هذيك المرحلة فاش المغرب استرجع الصحراء راه كانت الصور عبر الأقمار الاصطناعية ديال المناطق، وكانت الجنوب خرجت كتاب كتقول من 1976 إلى 2006 شنو هي التحولات اللي وقعت، وكتشد مدينة مدينة وكتقول لك هالصورة بالأقمار الصناعية كيف كانت، هالصورة بالأقمار الصناعية دابا كيف هي الآن. ومن 2006 إلى 2016 وقعت أيضا تحولات كثيرة. ولهذا السبب فاش كيجيو كيقولوا لنا ثروات الصحراء تتعرض للنهب، كنقول لهم يكفي أن تزوروا الصحراء، لأن الواقع خلاف ذلك، هو العكس. العكس، الواقع الذي يتعرض للنهب هو المساعدات اللي كتجي للمخيمات. والتقرير ديال المكتب الأوروبي لمكافحة الغش كشف، واللي تناقش في البرلمان الأوروبي في 2015، وكشف بأن المساعدات كتجي ومن بعد كتمشي تتباع في السوق السوداء. كتجي وكاين أثرياء ديال المساعدات، كما كانوا أثرياء في الحرب كاين الأثرياء دابا ديال المساعدات في المخيمات. وجاو الأمم المتحدة خرجت قرارات متتاليه ديال الإحصاء ديال ساكنات المخيمات، وكترفض البوليزاريو وكترفض الجزائر، وهذا تحدي للقرارات الدولية. هنا لابد من الإشارة لواحد القضية مهمة في الأمور اللي كيطرحوها الخصوم ديال الوحدة الترابية. كيجي كيقول لك المغرب هو اللي رفض الاستفتاء وهو اللي فشل الاستفتاء، هذه من الأمور اللي كيروجوها، في حين الواقع عكس ذلك، لأن المغرب في الوقت قبل الاستفتاء وانخرط في العملية ديال تحديد الهوية، ولكن كان طالب بالاستفتاء حقيقي بمعنى ديمقراطي للساكنة، بمعنى كل ساكنة تشارك فيه. فاش داروا العملية ديال الإحصاء تم الإقصاء ديال 10,000 من الحق ديالهم في التصويت. شنو درنا؟ قلنا تبع الكذاب حتى الباب الدار، قدمنا الطاعون أزيد من 130,000 طعن. الأمم المتحدة قالت لك احنا عاجزين على شنو؟ على البت في الطاعون.
ما دام ما كاينش قدره على تحديد المصوتين ما بقاش الاستفتاء ممكن. شنو يقول الامين العام للامم المتحده في ماي 2003؟ كنجيو كنطلبوا واش المغرب قاد يتنازل على بعض الصلاحيات باش نقدروا نلقاو شي حل اخر. بمعنى الامم المتحده هي اللي دفعت في الحل السياسي، والمغرب كان واضح كيقول لهم استفتاء او تكرير المصير راه من النتائج ديالو شنو كاين، كيمكن يكون عبر حكم ذاتي. ولهذا مشينا طرحنا فكره حكم ذاتي وولات الكره عند الطرف الاخر. ليس المغرب من افشل الاستفتاء، الذي افشله هو الذي رفض ان يستجيب لحق كافه ساكنه الصحراء القبائل الصحراء في ان تشارك في الاستفتاء. واليوم كيجي كيدير البكاء ديال التماسيح كيقول لك راه حنا ما فشلناش الاستفتاء. لا، افشل من طرفهم. واليوم فاش الامم المتحده مشات نحو الحل السياسي كيسعوا الى افشال الحل السياسي. بمعنى ان الكره كما قلت قبل قليل هي عند الطرف، فاش نقول الطرف الاخر بمعنى الجزائر حقيقه. وهنا واحد المقوله كيقول لك الجزائر ليست طرفا. الجزائر ليست طرفا. كيفاش ليست طرفا؟ حنا بحالنا بحال المراقبين. ولكن شنو وقع في 1975 في محكمة العدل الدولية؟ شنو نشوفوا المحاضر ديالها؟ الجزائر ديك الساعة مشات تتقول لهم الصحراء بدون شعب. راه هادشي كاين في المحاضر. من بعد ولات تتقول لا، راه كاين واحد الشعب سميتو الشعب الصحراء الغربية. ناض في الثمانينات أنا ذاك أحد قادة الأحزاب المغربية قال لهم إذا لا اعترفتوا كاين شعب الصحراء المغربية، إذا راه كافة مناطق الصحراء راه عندها هي شعوب. ولكن الأخطر ما هو؟ هو هذاك الشيء اللي تفضح في 2003. في 2003 وقعت واحد القضية كبيرة كبيرة، وهي أن الأمين العام للأمم المتحدة قال كاين أربعة ديال الحلول للقضية ديال الصحراء. واحد من هاد الحلول التقسيم ديال الصحراء ما بين المغرب والبوليزاريو. وشنو قال؟ وهذا الاقتراح تفضله الجزائر والبوليزاريو. لكن القضية فيها طرفين ما كانش خصو يقول تفضله الجزائر. ومن بعد تفضحات القضية بأن الذي اقترح التقسيم ديال الصحراء هو الجزائر. تقسيم بمعنى ما بقيتيش كتدافع على أن راه كاين شعب صحراوي وهذه الأرض ديالو وقبلتي التقسيم ديالها. هذا لا، بحسب المنطق الصريح ديال تقرير الأمين العام وراه موجود في الموقع ديال الأمم المتحدة. فبالأحرى فاش تفضحات وكانت الفضيحة. ومؤخرا دبلوماسيون المغاربة في الأمم المتحدة واللي كياخذوا معارك يومية، كندعوكم باش تبداو تقراو التقارير والوثائق اللي كتصدر عليهم. وقع نقاش على الوثائق ديال الأمم المتحدة في قضية الصحراء وين الدبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة شنو قال لهم؟ قال لهم حنا بغينا المحضر ديال التقسيم. كيفاش الجزائر قبلت هذاك الاقتراح؟ لأنه كان واحد الاجتماع آنذاك ما بين بكر جيمس بكر مع من؟ كان اجتماع ما بين جيمس بكر ورئيس الجزائري بوتفليقة في نوفمبر 2002 في تكساس. فاللي يدفع في التقسيم كيآمن حقيقة بأن راه الصحراء كلها ماشي ليست جزءا من المغرب. اعترف بأنه واحد الطرف جزء من المغرب. ولكن تناقضات الجزائر كبيرة جدا. علاش في القضية ديال الفيتنام دافعوا على الوحدة ديال الفيتنام وما قالوش تقرير المصير والتجزئة ديال الفيتنام؟ لكنتي كتدافع على تقرير المصير بس كتدافع عليه دائما وفي كل مكان، ماشي دافع عليه هنا وترفضه هنا. ولهذا المغرب منسجم مع ذاته دائما، هو واضح دفاع الوحدة الترابية عنده مبدأ. لهذا في 2003 في 2001 جيمس بيكر جاب المشروع ديال الحكم الذاتي قبل بين المغرب. رجعوا للوثيقات تقرير الامين العام للامم المتحده انذاك في 2001 وشوفوا المرافعه اللي دارت الجزائر ضد الحكم الذاتي. درتي هذه المرافعه علاش؟
باش توقفي ضد وحدة المغرب. ولهذا شكون اللي الآن واقف ضد إحصاء اللاجئين بين قوسين؟ لأن التعريف ديال صفة اللاجئ ما كتنطبقش وفق القانون الدولي واتفاقية ديال جنيف. خاص يدار واحد العملية ديال الإحصاء اللي يكون فيها حوار مع كل شخص، واللي يتسول واحد السؤال، واش باغي ترجع؟ المغرب كانت عنده الشجاعة باش يعلن واحد السياسة واضحة في القضية ديال العودة، وهذا الشيء كان مهم من نهاية الثمانينيات والحمد لله، وحقق نتائج ونجاحات كبيرة. نجي قضية أخرى واللي أيضا كتروج بزاف، كيقول لك المغرب خايف من حقوق الإنسان، ولهذا ما بغاش يعطي البينورسو حق مراقبة حقوق الإنسان. أولا ليس للمغربي ما يخفيه، واش كتعرفوا شحال واحد كيزور الصحراء سنويا؟ من المطار ديال العيون تقريبا 24,000 23 حتى 24,000 سنويا. الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير في هذه السنتين الأخيرتين قال لهم الزياد من 10 وفود جات ومشات لعند البعثة ديال المينورسو وتسجل بأنه التقاو معاهم. كتكون بعض الحالات المحدودة اللي كنقوموا بالترحيل ديالهم، وهذاك إجراء سياسي اللي كانش نقبلوا بشي واحد يجي من أجل زعزعة الاستقرار. لا كانت حالات معدودة ديال رؤوس الأصابع راه في المقابل أكثر من 24,000. ولكن المهم شنو هو؟ هو أن المغرب كانت عنده الشجاعة باش دار في الإنصاف المصالحة، تم قبول أكثر من 5,000 ملف، وهذا 5,000 ملف اللي تم الدراسة ديالها مجموع التعويضات تجاوزت 72 مليون دولار، أزيد من 600 مليون درهم، وكان جبر الضرر وتحملنا المسؤولية ديالنا. المغرب دار لجنة جهوية لحقوق الإنسان وفق المعايير ديال باريس، عندها الاستقلالية وكتلعب أدوار كبيرة في تلقي الشكايات والمعالجة ديال الإشكاليات ديال حقوق الإنسان. والمغرب، وهذا واحد الشيء مهم في القضية ديال حقوق الإنسان، انفتح على الأمم المتحدة. كتجي الأمم المتحدة المقرر الخاص ديال التعذيب ديال الغداء ديال أي مقرر، بغا يمشي للصحراء مرحبا، يختار الرئيس اللي يمشي يشوفه، يختار السجون اللي يمشي يزوره، باللجنة ديال المناهضة التعذيب. ما عندناش ما نخفيه. أكثر من ذلك، وهذا واحد الشيء مهم على مستوى حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، هي القضية ديال إصلاح مدونة القضاء العسكري بإلغاء محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، ومحكمة النقد صدرت قرار بإعادة المحاكمة ديال كليميزي، وتقدموا الشهود ديال النفي والأدلة. واش كاين شي واحد عنده ما يخفيه كيدير هذا الإجراء؟ لا، وجاو الشهود ووقعت المواجهات أثناء المحاكمة، وصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان التقرير ديالو. ليس للمغربي ما يخفيه، ولكن لا بغات الأخت عايشة الدوي تمشي للمخيمة تندوف ودير التقرير ديالها واش يخليوها؟ عندنا الحالة ديال مصطفى والسلمة، عندنا الحالة ديال الكارح، عندنا حالات كثيرة وديال المبادرات كثيرة، حالات اختفاء واللي ما زالت مستمرة. اليوم كاين محاكمات، كاين ملف قضائي ديال العشرات من المسؤولين ديال البوليزاريو عند القضاء الإسباني، وكاين ملفات ديال المحاكمة ديالهم. أمنيستي انترناسيونال سنويا كتقول البوليزاريو ما اتخذت شي إجراء باش تعاقب أو تفتح ملف ديال الانتهاكات الجسيمة ديال حقوق الإنسان. المغرب كانت عنده الشجاعة باش أزيد من 200 شخص كمدني كانوا ضحية ديال انتهاكات ديال حقوق الإنسان في المخيمات عند البوليزاريو، وقع التعويض ديالهم من أجل جبر الضرر. وهذا هو القوة ديال بلادنا. وفاش نقول هاد المعطيات؟ لأنها مؤشرات. فكذبة كبيرة كتروجها مؤسسة كينيدي فاش تقول لك المخيمات جنة حقوقية. في الوقت اللي هيومن رايت ووتش حداهم في الولايات المتحدة كتقول لك مازال كاين أشكال ديال الرق ديال العبودية في المخيمات ديال تندوف. يرجعوا لها ياك واش يشكوا في هيومن رايت ووتش بأن إذا المغرب ما عندهاش ما يربطها بنا. فلهذا كفى من التضليل. ولهذا السبب الترافع المدني فاش كيعتمد على معطيات رقمية وعلى مؤشرات ملموسة. وهادشي علاش قلت جاء التكوين مع المعرفة الميدانية. واحد من المقولات اللي كتروج واللي كترتكز على أن الجدار
الجدران الرمليه كيحاولوا يعتبروها جدران ديال الفصل العنصري، وكيمشيو كيقول لك هاندا احنا درنا الورود، في حين هذيك اولا جدران دفاعيه. في اكتوبر 1988 اعتبرت الامم المتحده احدى الاساسات ديال الاتفاق العسكري وديال تحديد ما يسمى بالمنطقه العازله، ها واحد ليست جدارا للفصل، ولا يمنع احد من زياره بلده، بل بالعكس اكثر من 20,000 واحد في اطار الزيارات العائليه جاوا للاقاليم الجنوبيه، والمغرب هو اللي بات اليد ديالو. واش تمنع شي واحد من العوده الى ارضه؟ لا، بالعكس هذا عنصر قوه عندنا، فهي ليست جدارا للفصل، وهذا واحد من الاليات ديال التضليل اللي كتمارس على القضيه الوطنيه، بل هي جدران دفاعيه لصيانه الامن. ولهذا السبب المنطقه ديال الصحراء هي المنطقه الوحيده في الساحل والصحراء، تمشيو للجنوب الجزائر، تمشيو لليبيا، تمشيو لشمال مالي، تمشيو اللي كنلقاو فيها تفجيرات وعمليات ارهابيه، الا الصحراء المغربيه استثناء، وهذا من الفعاليه ديال الجدران الرمليه. شكون اللي مشى كيبغي يوقف المرور عبر الكركارات ويخلق توتر فيها؟ البوليزاريو، ماشي المغرب، بالعكس لانه يؤمن بالمرور، ماشي الفصل. اللي مشى باش يتورط في سياسه الفصل هو الطرف الاخر مسنودا بطرف ثاني اللي هو الجزائر. ولهذا كان الموقف الامم المتحده قوي في السنه الماضيه، واضطرت البوليزاريو باش ترجع منكسره منهزمه، وحاولت من بعد دير شويه ديال التضليل وتحرف الوقائع، ولكن اي واحد لانه في هذا الزمن الرقمي يكفي تدخل موقع الامم المتحده وتقلب على تقارير الامين العام وتخرج تقرير شنو قال. النقطه الاخيره او ما قبل الاخيره، لان كاين 13 الوهم او 13 مقوله كتستعمل من الخصوم حول القضيه الوطنيه، ذكرت لغايه اللحظه 11. ما قبل الاخيره كيقول لك المينورسو هي البعثه الوحيده اللي ما عندهاش حقوق الانسان. شحال كاينه من بعثه في العالم؟ 12 بعثه. شحال من بعثه اللي عندها اختصاص اللي ما عندهاش اختصاص حقوق الانسان بالاضافه للمينورسو؟ عدد من البعثات. لا مشيتوا ما بين الهند وباكستان، ولا مشيتوا لابيين، ولا مشيتوا لقبرص، ولا مشيتوا للبنان، هذه كلها بعثات ما عندهاش اختصاص مراقبه حقوق الانسان. وكان واحد المره روجوا هذه المقوله وكتبوا واحد المقاله في السي ان ان، خرجتها مؤسسات كينيدي، صيفط لهم مقال كنرد كنقول لهم ها هي القائمه ديال البعثات اللي ما عندهاش اختصاص مراقبه حقوق الانسان. فيكفي من ترويج مقوله ان المينورسو هي الوحيده اللي ما عندهاش مراقبه حقوق الانسان. باش جاوبوني قالوا لي احنا كنهضروا على البعثات الجديده اللي